حكايه انا اللي اجيب او صاحبي اللي اجيب، اهم حاجه في الاول وفي الاخر للنادي وللمجموعه. النهارده عمرو في الملعب، بكره مش في الملعب، بس في الاول وفي الاخر انت بتحب تلعب على طول، طول ما الفورمه موجوده، طول ما انت بتقدر تعمل حاجه للفرقه. وكمان اضافه للكابتن ياسين يعني يعاوننا يجهز كمان ماتشين ولا حاجه الفورمه تيجي. ما ننساش برضو الراجل كان بعيد، بس يعني زي ما انت شفت يعني عامل معانا فرق كبير، بيوصل الناس يلعب اللعيبه. ان شاء الله يعني الماتش ده كسبنا، نفكر في الماتش اللي جاي ان شاء الله. كلمه على ماتش الوداد في دوري ابطال العرب. لسه اسبوع ان شاء الله نكسب. كنا نجموا نعملوا مخير، رجعنا في سكور وبعد قبلنا زاد بونت واخر ضد مجرى اللعب اللي زاد تعبنا برشا مع الاكسبلسيون اللي صارت لنا. قعدنا نجري ورا الكره ونجم نادي السياح اللي عارف كيفاش يقضي المباراه، عارف كيفاش يتحكم في الكره، والحقيقه يسحق الفوز نتاعو، واحنا نجمنا نصلحوا رواحنا في المقابلات الجايه. لازمنا نخدموا برشا خدمه برشا ان شاء الله. ثالث جورني سكور باهي، لي بوت انكيسي ماهمش باين، نكملوا نخدموا على الاوفنسيف ونزيدوا نكملوا نخدموا لو بلوك ديفونسيف، خاطر في جماعه كبيره كيما ليتوال ما يلزمناش نقبلوا ثلاثه بونتوات في ماتش كيما هكا، وخاصه في سوس. المردود الهجومي ياسين الشيخاوي، فما اليوم ملاعبيه شفناها اليوم في التشكيله الاساسيه، دخول العكاشي ليفكتيف ماشي ويكبر نتاع ليتوال. صحيح الشيخاوي العكاشي معناتها زوز اسامي كبار معناتها في الكره التونسيه، مش عاونونا برشا في الاكسبيريونس اللي عندهم ويجيبوا برشا للجماعه ان شاء الله. الكيب نتاع عمنيه والقاعده هي جيست نقص مكرم البديري، اللي هي معنى العمل الفارق اللي احنا غلطنا في تروا باس اللي هما مركبوا بهم ليتوال على بكري اللي سهل لهم الماتش. مو احنا ما تخنيش، عملنا انطام خايب، حاولنا نجريو الماتش، ماركينا بونتو، قعدنا نجريو، ماركينا ثاني، ماركينا ثالث، بعد جات الحمراء اللي فازت الماتش الكل. واحنا نحاول نخدم على رواحنا، مبروك عليهم، واحنا نخدم على رواحنا وربي معنا. فما بون جروب يخدم على روحه شويه وقت وان شاء الله نتحسنوا من خير، وان شاء الله قلت ربي فمك الخير. ياسين زيد بدا يسترجع في الفورم. بيان سور يعني باش بالوقت ان شاء الله واحد يرجع للفورم سيرتو فيزيكمون. عندي 5 أو 6 شهور يعني ما لعبتش ماتش اوفيسيال، توا عملت زوز دافيلي سي بيان، واحد يكمل يستحوذ على بدنه ويكمل يخدم. كلمه على ماتش الوداد في البطوله العربيه. مازلنا بعد كما قلت عندنا جمعيه باهيه وباش نلعبوا ضد جمعيه باهيه، حضروا لها مليح ونا لي مويان دو لي باتر ان شاء الله.